فول عليكم تاني فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده قررنا نعمل مقلب في المهرج. المفروض دلوقتي الساعه 6 الصبح. فين التليفون؟ فين التليفون؟ التليفون ده بص الساعه 6 الصبح من الاخر يعني يا جدعان احنا ما نمناش من امبارح. يعني انتوا لو حاسس لو هتشوف الفيديو كويس هتقول فعلا ان احنا ما نمناش عشان خاطر نعمل المقلب دوت. والمقلب دوت فظيع جدا. احنا هنشوف رد فعل المهرج. احنا ممكن يرمينا من مصر. بص يا جدعان مش عايز بس حد في الكومنتات ينزل يقول لنا حرام عليكم مش حرام عليكم. زي ما بنفرحه بنعمل له حاجات بنجيب له هدايا مع مراته مع عياله مش عارف ايه برضه لازم نعمل فيه حاجات كده. ايه هوب ستوب ده فينا ايه مقالب وفينا شغل جامد. انزل دلوقتي حط لايك على الفيديو عشان نوصل الفيديو دوت 10 لايك. اي نعم الدعم وقف الفتره دي بس باذن الله ثقه في ربنا ثم فيكم الدعم هيبقى احلى دعم في الدنيا ان شاء الله. اشترك في القناه دلوقتي اشترك وفعل زر الجرس عشان تشوفوا كل فيديو جديده. بص يا جدعان مقلب النهارده ولا مقلب مقلب الوان ده في اكتر من دي دي هنا نقطه ماشي احمر واصفر يعني مش حارمين من حاجه اللي كمل زي بعض. واحد احمر وواحد اصفر اللون دوت يا نهار لون برتقالي تمام اصل حتى كده على بعض. لا لا عشان نغرق مرتين يلا كيف بالراحه يا عم بالراحه يلا بالراحه يا عم اهو بالراحه خلاص يا احمد انت بتعمل شرفه. اه يا باشا احنا بص نورك حبيبنا وحبيب الناس لازم نفرحها. لما باجي اعمل فيه مقلب ببقى فرحان بصراحه لانه بيقعد يضربني وانا ما برضاش اضربه عشان هو راجل اكبر مني. بص بقى يا جدعان المقلب هيتم كالتالي. المفروض الازاز موجود جوه هنا احنا نطلع فوق الناحيه دي. ابو حميد يحاول يطلعه يقول له احنا عايزينك في موضوع مهم. اول ما يطلع هنا ابو حميد هيجري ويسيبه فهوب بضربه اروح نعمل عليه الجردل الثاني. بعد كده هنحايله وهنقول له تعالى وانا هلغيه وابو حميد هيطلع فوق هيرمي الجردل الثاني عليه. يعني النهارده المقلب بتاع النهارده هيتقسم لجزئين. ابو حميد هيعمل فيه مقلب وانا هعمل فيه مقلب الثاني. فوصل له فيديوهات كتير قوي. ولو عايزين نعمل مقلب فيه اكتبوها تحت في الكومنتات. اكتبوا اي فكره مهما كانت حتى لو هنرميه من هنا والله عايزين بصوا هنعملها. فاكتبوها تحت في الكومنتات. الفكره بتاعتها تطلع حلوه هيطلع معانا الفيديو الجاي. نطلع فوق نظبط الدنيا نرجع لكم. قوم يا عم كفايات نوم. ايه معقول الله يخليك تقوم امك يا تامر. الله يخليك تقوم امك يا تامر. لا تعال انزل تعال انزل تعال انزل نزل لك ايه بس بقى يا جدعان هيعيط بقى ويعمل الشغل يعيط ايه يا عم هيعيط ولا ايه؟ بص يا محمود ابتدي ده مش معمول في المقلب وبتاع. معلش يا جدعان في ايه اللي حصل؟ انزل التليفون نضرب اتنطر يا زازو. بص يا ابو حميد اثبت لك حاجه. نضرب اتنطر ازاي؟ اثبت لك يعني. بص يا ابو حميد انت عامله في ابو حميد مش عامله في زازو. بس نضرب اتنطر بقى. بص ازازو ما تزعلش ده ينفع يعني زي ينفع والله العظيم ما اعرف اللي هتيجي عليك انت. والله ما بعتش خالص ما بعتش انا لسه مخرجهولك اصبر. تعال انت زعلان بص يا جدعان انا محمد البهدل هو ولا جيت انت زعلان يعني الشمس بيقول الله اكبر وانت ايه يعني
انت تيجي انت انا عارف انا جاي انت لا 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 غير غير انت كمان خش غير لا غير انت الاول بس يلا هذا روح محمد شوف هتعمل ايه اديني واحد بالطول بتاعه انا هدومي فوق ماشي اه ماشي طلعت بص هدومنا فوق انا عملت فيك مقلب صح انت اديني واحد بالطول انا والله ما عملت فيك حاجه تاني انت اديني واحد بالطول النهارده والله ما عملت فيك حاجه تاني انت اديني واحد بالطول عايز تروح المطار المدول المدول يا ده ايه تديب المدول ده تعالوا كده بقى يا جدعان بقى عشان انا اغير تعالى البت التنينه انا عشان انا غير ما نبصش عليه البت التنينه انا عايز تروح البت يعني تاي عايز حاجه عايز ازاي كلمه بص رايح حاجه لا انت بتقول كلام هو بيشتي ولا ايه؟ يا دي امي هو بيشتي استنى يا زوز استنى ده بيتك استنى يا زوز استنى استنى يخرب بيتك لا 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 كده انت بتهزر يا زازو انت بتعالى نزل لك انا نزل لك نزل لك استنى 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 احذفك بلي احذفك بلي خليك عندك احذف يا ابو حميد احذف يا ابو حميد خليك عندك احذف عليه طب اطلع اطلع يا عم اطلع سند اه سيف بيقول لك سند يعني سيف فتوقعني في المف ربنا هقع على وشك يا رب يا رب يا رب تعمل ايه ده هينتحر ولا لا 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 المبدونة. لا 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 مش هينتحر مش هينتحر مش هينتحر مش هينتحر يا عم مش هينتحر طب انا مالي انا مالي انا عارف ان انت بتعمل الحركه دي عشوائيه عايز ايه يا زوز وانا مالي انا انا اتغرقت زي زيك انا اتبهدلت هو هيعمل ايه بيصلي ده ولا بيعمل ايه اسامة اهو اسامة اهو المكرة اهو المكرة اهو بس كده يا جدعان خلص الفيديو وعايزين نعمل بقالك لسه خلص يا امي بص بص هيموت